دور أطباء الاستيوباثي والعلاج الطبيعي في المنظومة العلاجية يتطوران يوماً بعد يوم، والحاجة إليهما في ارتفاع مستمر بسبب ارتفاع عدد المحتاجين بصفة عامة لكل التخصصات الطبية منها الأستيوباثي. لذلك يجب التركيز على أهلية الخريجين في هذا التخصص. ويؤكد لنا العلم كل يوم وعن طريق الأبحاث العلمية ازدياد دور طبيب الأستيوباثي في المنظومة الطبية للدول النامية قبل المتقدمة من أجل فاعليتها. من هذا المنطلق جاء دور الأكاديمية الدولية للأستيوباثي والمؤسسة سنة 1987 في بلجيكا والمعترف بها في أكثر من 47 دولة، ولها أكثر من 20 فرع في أنحاء أوروبا وحالياً في مصر. الأكاديمية المختصة بتخريج أعلى مستوى علمي وعملي للأطباء في هذا التخصص، وتمنح درجة دبلوم أو ماجستير أو دكتوراه، وهذا ما يجعل الأكاديمية الدولية أمراً مميزاً ومتميزاً. لو تحب أن تتعلم تواصل معنا.